واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. السلام عليكم أصدقائي الحلوين، كيف حالكم اليوم؟ هل أنتم مستعدون لنلعب بعض الألعاب الرياضية وننشط عقولنا ونتعلم عددا جديد؟ هيا بنا يا أصدقائي. صديقنا أحمد يريد أن يصعد على الدرج، أما صديقنا حسن يريد أن ينزل. هل نستطيع أن نعد تصاعديا مع أحمد وحسن؟ هيا بنا سويا، رددوا معي. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. أحسنتم. تعالوا يا أصدقائي نعد تنازليا مع صديقنا حسن. عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد. أحسنتم يا أصدقائي. والآن تعالوا نعد مع الحيوانات الجميلة الأعداد من عشرة حتى مئة. عشرات عشرات. عشرة عشرين، ثلاثين أربعين، خمسين ستين، سبعين ثمانين تسعين مئة. مرة أخرى، عشرة عشرين، ثلاثين أربعين، خمسين ستين، سبعين ثمانين تسعين مئة. أحسنتم يا أصدقائي. وبقي صديقنا الضفدع الذي يريد أن يقفز من هذه الصخرة إلى تلك الصخرة، ولكنه يحتاج مساعدتنا لنعد اثنان اثنان حتى لا يقفز على رأس صديقه. هيا بنا يا أصدقائي. اثنان أربعة ستة ثمانية عشرة. مرة أخرى، اثنان أربعة ستة ثمانية عشرة. أحسنتم. تستطيعون أن تغلقوا أعينكم وتعدوا اثنان اثنان. اثنان أربعة ستة ثمانية عشرة. أحسنتم يا أصدقائي. والآن دودتنا الملونة تريد منكم أن تعدوا حتى الأعداد التي أخذناها. مستعدون؟ هيا بنا يا أصدقائي. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. إحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر. أحسنتم، لقد تعلمنا حتى العدد خمسة عشر. ماذا تتوقعون سيكون عددنا اليوم؟ ماذا يأتي بعد العدد خمسة عشر؟ هل أنتم مستعدون؟ أخبروا ماما. وإذا أردنا أن نعرف تعالوا نستمع إلى القصة التالية. كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، كان هناك بائع ورد لطيف طيب. كان بائع الورد يحب أن يعطي الزهور والورود للصغار والكبار. وفي يوم من الأيام هبت رياح قوية، طارت الأزهار وطارت الأشجار وطارت الغصون، وخسر عم البائع كل زهوره. فقرر الأطفال أن يجمعوا الزهور والورود ويعطوها لعم البائع. هيا بنا يا أصدقائي نرى كم جمع هؤلاء الأصدقاء. قالت سلمى، أنا جمعت مجموعة من الزهور. وقال ناصر، وأنا أيضا جمعت مجموعة من الزهور. هيا بنا نعدهم سويا. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. أحسنتم، سلمى جمعت عشرة زهور. عشرة زائد، لنرى كم جمع ناصر. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. يا سلام،
سلمى جمعت 10، ناصر جمع 6، هيا نجمع 10 + 6. 10 + 6 يساوي، سنجمع كل الزهور لنعرف النتيجة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. أحسنتم، 10 + 6 يساوي 16. واليوم تعلمنا عن عدد جديد وهو 16. 16 يعني 10 + 6. شعر عم البائع بالفرح الشديد لأن عربته امتلأت بالزهور مرة أخرى، وأنا أشعر بالفرح الشديد لأنكم تعلمتم. ماذا يأتي بعد العدد 15؟ هيا يا أصدقائي نعد مجددا حتى نعلم ما هو عددنا الجديد لهذا اليوم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. وعددنا الجديد هو 16. أحسنتم يا أصدقائي. تعالوا نعد مجموعة العدد 16 مرة أخرى. 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. أحسنتم. ويريد قطارنا الجميل أن يعرف، هل يستطيع أصدقائي أن يعد مع هذا القطار؟ 10 11 12 13 14 15 16. ماذا يأتي بعد العدد 15؟ 16. أحسنتم. ماذا يأتي بعد العدد 14؟ 15. أحسنتم. إذن العدد الذي يأتي بعد العدد 15 هو 16. فخورة بكم جدا. تعلمنا يا أصدقائي أن العدد 15 مكون من آحاد وعشرات. من البطل الذي يستطيع أن يخبرني ما هو الآحاد في العدد 15؟ أحسنتم، 5. وكم عشرة يا ترى يوجد في العدد 15؟ يوجد 10 واحدة. أحسنتم. والآن لنرى العدد 16. العدد 16 لديه آحاد وعشرات. ما هو الآحاد في الرقم 16 في العدد 16؟ أحسنتم، إنه 6. وكم عشرة توجد في العدد 16؟ 10 واحدة. كم أنا فخورة بكم يا أصدقائي. تعالوا نتأكد ونتعلم كيف نعد. الآن لدي 3 دعسوقات. هذه الدعسوقة لديها نقاط على ظهرها، وهذه أيضا، وهذه أيضا. تعالوا نعد كم عدد النقاط السوداء على ظهر الدعسوقة. عدوا معي وأخبروني ما هي النتيجة. هيا سويا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. إذن فعلا إنها 14. تعالوا نعد النقاط السوداء على الدعسوقة الثانية. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.
15. يا سلام، تعالوا أدع السوق الثالثة، نرى كم نقطة سوداء على ظهرها. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. أحسنتم يا أصدقائي، كم أنا فخورة بكم. ما رأيكم أن نعد سويا هذه العصافير الجميلة؟ هيا نعدها لنتعلم كيف سنكتب العدد 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 ونكتبها بهذا الشكل. سنبدأ من هنا باتجاه السهم، ثم نكتب الرقم 1 بجانبها، سنكتب الرقم 6 وبجانبه الرقم 1، وسنتعلم بعد قليل كيف سنكتبه. والآن يا أصدقائي، سأترك لكم هذه الصورة لتساعدوا عمو ساعي البريد أن يصل إلى الصندوق عن طريق وضع الأعداد المناسبة. عمو الساعي لا يستطيع أن يسير إلا إذا ملأنا هذا الطريق بالأعداد المناسبة. أريدكم أن تخبروا ماما ماذا سوف يكون هنا وهنا وهنا. إلى اللقاء.